اوكي وصلنا لليلة الخامسة، بس لا تفرح بزيادة انت وياه، لسه باقي في ليلة سادسة وسابعة كمان. اوكي. المهم السلام عليكم، كيف حالكم جميعا؟ معكم عمر من قناة عمر جيمز، واليوم الحلقة الأخيرة من تختيم فناف 2 أو الجزء الثاني من فناف، لكن ما هي الحلقة الأخيرة من تختيم أجزاء سلسلة فناف بالكامل، لأنه زي ما أنتم عارفين أنا قاعد أبدأ الحالية سلسلة، إني أختم كل أجزاء سلسلة فناف من الجزء الأول للجزء الأخير واللي هو سكيورتي بريتش، فإن شاء الله المقطع الجاي راح نبدأ بالجزء الثالث، لكن حاليا في هذا المقطع راح نخلص الليلة الخامسة طبعا. الليلة أساسا يمكن ما نخلصها ما أدري، لكن أو ممكن يعني نلعبها بس عشان أوريكم جميع الأسرار في هذا الجزء. طبعا راح نعتمد هذا الشيء في كل جزء من فناف الختمة إن شاء الله على هذه القناة. آخر حلقة من التختيم راح يكون كشف جميع الأسرار أو استعراض جميع الأسرار واللقطات النادرة والحاجات هذه في هذا الجزء، فاهمين؟ وجميع الميني جيمز وجميع الكاتسينات والأشياء هذه. فيب اكتبوا تحت في الكومنتات إذا الفكرة هذه حلوة، اكتبوا لي تحت في الكومنتات وأي تعديلات وأي حاجات زي كذا، أي يعني أسرار ثانية ما استعرضتها في المقطع اكتبوا لي تحت في الكومنتات كمان عشان نتعلم الناس وكذا. المهم يلا بسم الله، صراحه مره متحمس للخامس، ويلا بسم الله ليتس جو. طبعا لا تنسوا تحطوا لايك وكذا، وبرضه اشتركوا في القناه، فتحت قناه ثالثه للنظريات الافلام والمسلسلات والانمي والكرتون، وبرضه راح اخبار الافلام وحاجات زي كذا، زي مثلا فيلم فناف الجديد اللي راح ينزل هذه السنه باذن الله، اخبار ايش صار عليه وكذا. وصراحه في عده اخبار، اعوذ بالله ايش في البومت كذا، ايش في يا حبيبي الميوزك بوكس زي متحمس انت، والله قاعد تشفط ام الميوزك بوكس شباب الله يستر. طبعا الاسرار اللي في الليله الخامسه ما في تقريبا اشياء جديده بالليله الخامسه. في هنا الفوكس الكلب دقيقه شباب، والله مره توتر. اوكي روح فوكس يا غدار، يا اخي ما ادري هذا غدار، فاهم؟ خلاص بسميه غدار انا، خلاص حتى لو بنلعب في ناف وورلد يكون مسكين وكيو، لا غدار ما في كلام. حقت عليه دقيقه. اوكي ظاهر انه كتبتوا لي كثير كومنتات يعني معلومات كثيره، انه كل ما افتح الكاميرا لازم اقعد هذا شو اسمه اولع عليه الفلاش لايت كمان كل شيء، فما ما ادري ايش السالفه صراحه، ما يعني كذا النشبه مره الزبده يعني. وش اسمه اتوقع الليله الخامسه ما فيها اسرار كثير، بس تقريبا يعني زي الليله زي الليالي الماضيه، فاهمين؟ زي الليالي الماضيه ما فيها اشياء جديده، بس كذا تصير اصعب، نفس الشخصيات نفس كل شيء يعني، هذا على حسب ما اظن. لكن الليله السادسه اتوقع او الليله الخامسه يمكن، ما ماني متاكد صراحه، شو اسمه يظهر الاندوسكيلتون، يظهر الاندوسكيلتون. لا هيلو هذه كذا ترعبني كذا، تفجعني حبيبي. اوكي اوكي هاي وكذا، ما نبغى هذا الكلام شباب. زبده في كثير اسرار طبعا لسه ما استعرضناها. اوكي في واحد جاي هنا، اوكي بوني الكلب. اوكي دقيقه في كثير اسرار ما استعرضناها باقي لسه يعني، وراح نستعرضها زي ما قلت لكم في هذا المقطع. هي اشياء نادره على الاغلب، اذا ما قدرنا نستعرض الاشياء النادره راح احاول اني يعني اقول لكم كيف انكم تقدروا تجيبوها وكذا، لانه هي اشياء نادره بالنهايه، فاهمين؟ اوكي نتشيكا. اوكي يا ساتر، في صوت. الو اوكي يا ساتر، لا شباب يخوف، هذا يخوف الله يستر. اوكي دقيقه. اوكي راح، لا اوكي يب مشى. اوكي بيجي الحين صح، انا ما اظن انه بيجي الحين على حسب معلوماتي وكذا. اوكي سلام. طيب اعوذ بالله، زي ما قلت اوكي تمام ما ادري ايش فيني انفجع كذا، مع اني تعودت خلاص فناف 2 خلاص صرت خبير يعني وكذا، صح ولا لا؟ اوكي البابت لسه موجوده. اوكي بابت يعني هاي، لا هاي ما نبغى حبيبي، هاي هذه تقولها لامك يعني. اوكي امزح راح مشى. اوكي تمام مشى، الله يعطيه العافيه، الله يعطيك الصحه والعافيه يعني. اوكي يا اخي ممكن يعني اتكلم عن الاسرار والاشياء النادره، اعوذ بالله دقيقه، ممكن اتكلم عن الاشياء النادره. طب دقيقه كيف يمشي عليه؟ اعوذ بالله. اوكي شباب تكفون شباب، والله صار ضغط علي. دقيقه البابت يا قلبي، البابت. اوكي هذا عندي هنا في الغرفه كمان هذا يا قلبي. دقيقه اوكي يمكن نلبس القناع، لازم نلبس القناع حتى هذا يمشي الكلب. دقيقه بالله ما انقل دقيقه بالله. اوكي اشوى يا ساتر، امشي بسرعه، مش امشي سريع البابت شباب البابت يا ساتر. اوكي البابت اعوذ بالله، حياك الله. لا متاسفين والله العظيم، والله بس كنا نبغى يعني كنا قاعدين نمزح والله العظيم. اوكي في واحد هنا، ما في احد في المنبر. اوكي يا اخي امشي هذا والله ما انقل، اللي هو كتبتوا لي كثير منكم انه هو انثى مو ذكر، ما الى الان في جدال ما نعرف، لكن اوكي انثى مو مشكله. اوكي تمام اعوذ بالله. اوكي الحين نقدر نتكلم زي الناس. الشيء اللي بقول لكم عليه هو انه في عده اسرار. السر الاول طبعا اللي هو او اللقطات النادره يعني، اللي هو اغلبكم تعرفوا اللي هو اول واحد شادو بوني جدا نادر، ما اتوقع اني راح يعني احصله، لكن نقول ان شاء الله يعني. يظهرين كذا شادو بوني كذا، وقد تكلمت عنه في القناه الاساسيه، سويت نظريه عنه مين هو شادو بوني ومين هو شادو فريدي كمان. شادو فريدي كمان نفس الكلام، نفس الحكايه، يظهرين كمان في البارسن سيرفيسز في الكام رقم 7 او في الكام رقم 8. وكمان عندنا سر كذا او كمان لقطه نادره تعتبر، اللي هو لو ما ادري صراحه يمكن تطلع لي ولا لا ما ادري، اللي هو لو روحت الميوزك بوكس كله
لو خليته يعني يفضى كامل دقيقة بس خلينا نتعامل مع فوكسي كذا نربي على السريع أوكي. شو اسمه لما يروح بالكامل راح تظهر شو اسمه في احتمالية إنه تظهر البوبت في الكاميرا رقم 7 على شكل هلوسات, واللي هو شيء كذا يعني شيء غريب يعني ليش البوبت قاعد تظهر على شكل هلوسات خصوصا للحارس الأمن هذا اللي هو اسمه جيريمي يعني. فما أدري السالفة يعني أكيد إنه ما هو مايكل أفتن ولا شخصية جديدة على أغلب يعني شخصية جديدة على فناف. فما أدري والله صراحة ليش في يمكن لها علاقة بالقصة ما أدري صراحة اكتبوا لي تحت في الكومنتات ما قدرت إني أربطها صراحة ما يعني عصرت مخي مرة كذا ما أدري ممكن أطلع نظرية عنها ممكن أسأل عنها نظرية كذا بسيطة كذا في القناة ما أدري. أوكي في أحد هنا ما في أحد أوكي بالله بالله روح يا فوكسي يا أخي واحد أيام كذا والفلاش لايت حقي خلص شكلي ما راح أقدر أخلص الليلة بس أستعرض الأسرار وأمشي فاهم. السلام عليكم شباب أوكي أعوذ بالله. الو ايش الصوت هذا اوكي اوكي ما قال اوكي حسبت توي بوني جاني البيت ولا شيء اوكي وبرضه اوكي برضه احد الاسرار اللي هو الاندوسكيلتون في كذا اندوسكيلتون يظهر هنا ومرات يظهر كمان هنا في الفنت اتوقع اغلبكم تعرفوا ايش هو الاندوسكيلتون. اندوسكيلتون كذا يعني ايش اسمه اللي هو الهيكل حق الروبوتات والهيكل هذا تحديدا اللي يظهر هو هيكل الخاص ببالون بوي واللي هي كمان نظرية انه ممكن في اكثر من بالون بوي موجود يعني فاهمين. حياك الله شايفين قاعدين نتكلم عنه كي يجي فاهم حياك الله حي قاعدين نتكلم عليك بخير طبعا يعني مو بسوء ولا شيء يعني تعرف كيف النظام انت يعني خوي كذا ويعني طيب انت طبعا لا 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 ما لا كذا هاي كذا انت مو خوي ابدا حبيبي امشي بيت اهلك بالله انت اوكي ساتر مشى اوكي كويس الحمد لله اوكي اوكي كمان مانجل يا ساتر اوكي لا 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 قاعد يضحك هذا اوكي وكمان صح ايوه كمان يظهر جي جي او بالون جيرل تظهر هنا ها اوكي اوكي عندي اوكي يا ساتر يا اخي اقسم بالله صوت راديو تعبان فاهم اعوذ بالله اوكي ميني جيم تمام انا اصلا كنت ابغى اموت عشان اوريكم الميني جيم وكذا يعني اوكي تمام الميني جيم حق بوبت gifts اللي هو تعطي الهدايا اللي هو كذا هنا لما بوبت تحط الاطفال بداخل الروبوتات يعني الاربع روبوتات تحط الاطفال بداخل الروبوتات طبعا اغلبكم تعرفوا هذا الشيء اوكي اول شيء الجيفتس وبعدها جيف لايف او طبعا استغفر الله العظيم يعني هذا الشيء حرام طبعا لكن لعبه بالضبط اوكي بس عندك تشيكا بوني تمام طبعا كثير معتقدين انه يعني شو اسمه البوبت او تشارلي يعني استخدمت اللي هو طاقه الارواح مدري ايش حاجه زي كذا اللي مذكوره بالكتب زي ويليام وكذا اوف اعوذ بالله جولدن فريدي طلع فوجي اوكي نسيت اوكي طبعا جولدن فريدي هو الطفل الخامس زي ما انتم عارفين الطفل السادس هو تشارلي والطفل السابع اللي هو مين اللي هو الطفل الباكي زي ما ذكرت في النظريه الاخيره حقت سكيورتي بريتش اللي هو السر اللي راح يحل قصه سكيورتي بريتش بشكل كامل اللي ما شيك عليه روح شيك عليه الرابط في الديسكربشن تحت في القناه الاساسيه لازم انك تشيك عليها وبرضه اذا كنت جديد اشترك في القناه هذه وبرضه اشترك في القناه الاساسيه فاشترك هناك ما بقي شيء عشان نوصل 100,000 مشترك اوكي يلا بسم الله نكمل طيب اوكي اتوقع يمكن ما راح اقدر اخلص الليله الخامسه الا في حاله واحده واللي هو السر اللي معانا لليوم بس او معانا الحين يعني بس قبل لا اقوله بقول بس بتكلم كذا شيء بسيط عن بالون جيرل او جي جي اللي تطلع هنا تحت الطاوله طبعا اغلبكم تعرفوا يعني تطلع هنا تحت الطاوله قريبا هذه ما لها تاثير بس كذا تطلع يعني ما فايده ما بس كذا تطلع يعني منظر فاهم بس اثبات وجود فاهم وطبعا من اسمه واضح انها من عيله الدي دي ان والكذا البالون بوي والله والشباب هذول يعني فيب طبعا انا قلت في نظريه قبل في احد المقاطع حقت خمس اسرار في المقطع حق خمس اسرار في تاريخ فناف اللي استعرض فيه خمس اسرار موجوده في كل اجزاء فناف يعني في مختلف اجزاء فناف وتكلمت عن بعض النظريات يعني ليش ايش هذه الاسرار وكذا يعني وايش ترمز لهذه الاسرار يعني المهم انه واحد النظريات قلت انه ممكن انه دي دي ان موجود في فناف 2 واللي هو ايش اسمه في كثير ناس يعني فهموه بشكل خاطئ بانه انا قصدي انه هذا اللي يطلع تحت الارض هو بالون جيرل واللي صراحه انا ما فهم ما يعني ما شرحته بشكل مره مضبوط شو اسمه اللي هو الشخص اللي طلع تحت عشان وقت الفيديو كان وقت الفيديو مره طويل وكذا اوكي يا ساتر شو اسمه كثير ناس قالوا انه او كثير ناس يعني قليل بس كذا يعني حاب اني اوضح الان انه شو اسمه فهموا غلط بانه قصدي انه دي دي ان هو ظهر تحت الطاوله لكن مو قصدي ما كان قصدي زي كذا كان اوكي معلش ما انقل اوكي ما دائما انفجأ من هالصوت يا اخي لا سبحان الله كذا زي ما قلت لا انا قصدي انه ما دام بالون جيرل وبالون بوي موجودين في هذا الجزء ف ليش مو دي دي ان كمان موجود لانه جسمه يعني العيله حقتهم كلهم موجودين فليش ما يكون اوكي يا ساتر حياك الله حبيبي فريدي ان شاء الله اني لحقت يعني وما تفجعني حبيبي ان شاء الله يعني اوكي يا ساتر اوكي دقيقه هذا ابو هيلوجا اعوذ بالله جمعوا علي الشباب اللي هنا اوكي يا ساتر تمام اوكي اوكي زي ما قلت لكم
اوكي ما لحقت صح؟ بترجعني بترجعني الحين انا ادري يعني. اوكي كويس كويس اوكي فوكسي هنا الغدار. اوكي بالله روح بس خليني اكمل كلامي اتوقع خلاص بس هذا الكلام اللي كنت بقوله يعني اللي هو شو اسمه خلاص متنا شباب الله يرحمنا نشيل سماعات عشان ما نسمع الفجر حبيبي ايوه كذا نحن ما قدرنا نخلص الليله الخامسه لا حول ولا قوه الا بالله فايش هو الحل الحين نروح عند بيت سكوت في امريكا نجي نجلده ولا نسوي جلتش انا برايي نسوي جلتش يلا بسم الله طبعا الجلتش او مو جلتش ما ادري صراحه ماني متاكد اذا يضبط ولا لا لكن كثير ناس قاعدوا يتكلموا عليه حتى اتذكر وقتها في ايام 2014 في وقت ما نزل الجزء هذا كثير ناس قالوا اوه شباب تختم الليله ما ادري انك كذا تحط الماوس على كذا كذا خشم فريدي كذا وبعدين تكتب اس سي دي وبلس ما ضبطت ايش ايش الاكل والله نصب واحتيال شباب ما يصير هذا الكلام كنت بقول انه والله يلا بنخلص الليله الخامسه ما ادري تضبط هي صح فعلا ولا لا ما ادري ولا هبت كذا فاهم من الناس كيس فاهم لكن اكتبوا لي تحت في الكومنتات واكتبوا لي برضه تحت في الكومنتات الاسرار الثانيه الموجوده في فناف 2 اكتبوا لي تحت في الكومنتات جميع الاسرار اللي ما ذكرتها يعني اتوقع هذه يعني تقريبا اغلب الاسرار المهمه والنقاط الرئيسيه لكن بعض التفاصيل وبعض الشغلات الثانيه اكتبوا لي تحت في الكومنتات والله ما ادري عيال دقيقه بس خلينا نروح فوكسي بس نخلص من فوكسي ثواني شباب يعني انا كنت اظن انه راح يضبط لكن ما ضبط سبحان الله اوكي طيب دقيقة ثواني خلينا نجرب اوكي شباب انا اقول لكم اسألوا من مجرب ما ضبطت ابدا ما ادري صراحة اذا فعلا تضبط وكذا انتوا اكتبوا لي تحت في الكومنتات عاد اوكي البابا تينا معصبة كمان طبعا ما قدرت اني استعرض لا اندو سكيلتون ولا شادو فريدي ولا شادو بوني ولا لانه شو اسمه يعني صعب مرة انك تحصل اتوقع ما تقدر تحصل عليهم في هذه الليلة حتى يعني فاهمين فيب لكن انا اتوقع اغلبكم عارفينهم يعني اغلبكم عارفين اشكالهم وكذا وقد شرحتهم في القناه الاساسيه شرحت سالفتهم وشرحت القصه حقتهم والحاجات هذه اوكي طيب تمام اكتبوا لي تحت في الكومنتات اذا تبغوا هذا الشيء في نهايه كل جزء من فناف او اخر مقطع من طب بس بكمل كلامي